بيباركنا في الفترة دي في منطقة فيرجينيا دكتور مجدي نجيب. دكتور مجدي نجيب هو شماس مكرس متبتل في إبروشية الجيزة، وهو الحقيقة أسس اجتماع لدرس الكتاب في الجيزة من عشرات السنين، وتلمذ الكثير من الشباب الصغيرين ساعتها، يعني اللي هم دلوقتي بقوا شباب كبار، وحاليا هو مكرس في ألمانيا، وبيجي كل فترة الولايات المتحدة علشان يزور أولاده وأحبائه اللي خدموا مع بعض في الجيزة من سنوات طويلة. دكتور مجدي نجيب ربنا اداله نعمة ان هو مش درس الإنجيل، هو عاش الإنجيل وسجل تفسير كامل للكتاب المقدس آية آية بالتفسير، لدرجة ان لما كنا بكلم أتسابونا بشوي وانا مع واحد من ناشر الكتاب المقدس في امريكا، قال الموضوع ده مش موجود على مستوى العالم، يعني ما فيش كنيسة على مستوى العالم عندها تفسير صوتي للانجيل، يعني لو واحد سمع سفر سفر يقدر يسمع الانجيل كله. ونشكر ربنا ان هذه التسجيلات موجودة available، موجودة على الويب سايت بتاع الكنيسة عندنا في الأرثوذكس سيرمونز العربي، عظات الكتاب المقدس كله. دكتور مجدي في الزيارة دي كنا بنفكر نعمل كورس للشعب كله عن سمري للكتاب المقدس، كان كل جمعة وسبت، يعني امبارح وأول جمعة والسبت ادانا العهد القديم كله في خلال 5 ساعات، ادانا سمري للعهد القديم كله. الجمعة والسبت الجايين هنكمل العهد الجديد، ناخد العهد الجديد كله في خلال 5 ساعات، يوم الجمعة من الساعة 7 لغاية 9:30 تقريبا، ويوم السبت من الساعة 4 لغاية الساعة 7 قبل العشية. هو مباركنا النهاردة، ربنا يعطينا أذان واعية سامعة لكلمة الحياة، ويعطيه كلمة عند افتتاح الفم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. إنجيل قداس النهاردة بيتكلم عن مثل الزارع، بيقول خرج الزارع ليزرع. الزارع هو شخص رب المجد يسوع، والبذرة اللي بيزرعها هي كلمته، والكلمة أيضا هي رب المجد يسوع. وكأن ربنا خرج من ملكوته ومن عرشه علشان يزرع نفسه فينا. الزارع واحد والبذرة واحدة، لكن التربة هي اللي اختلفت من نوع لآخر، والتربة دي بتمثل حياتي وحياتك. وإذا كانت التربة تقسمت لأربع أنواع، فهي 4 أنواع من الناس عايشة، أو ممكن تكون 4 مراحل في حياة الإنسان الواحد. النوع الأولاني من التربة هي الأرض اللي متداسة، أرض الطريق. النوع الثاني الأرض المحجرة. النوع الثالث الأرض اللي فيها شوك. والنوع الرابع الأرض الجيدة. قد أكون أنا نوع من الأنواع الأربعة دي، أو قد أمر بالمراحل الأربعة دهيت. الأرض بتاعت الطريق أرض متداسة بالرجلين، لما وقعت فيها البذور ما كانش فيه أي نوع من التفاعل بينها وبين التربة، لأنها مجرد ما وقعت اتداست اتفعصت ماتت، فجت طيور السماء اللي هي بترمز لعدو الخير الشيطان ولقطها بسرعة. وده موقفي من كلمة الله، كلمة ربنا بتيجي بتوصل لحد ودني لكن ما بتفاعلش نهائي معاها، مفيش أي تفاعل بيني وبينها.
هي وصلت لحد الودن، مش عايز اسمعها، مش عايز افكر فيها، مش عايز دخلها جوه قلبي. ليه؟ لاني متداس. متداس ممكن انا اللي دايس نفسي بنفسي، متداس برغباتي، متداس بشهواتي، او في نوع اخر متداس من نفسه بصغر النفس، حاسس انه هو ولا حاجة. وصغر النفس ده شيء صعب جدا للانسان. الواحد يقول ما منيش فايدة. في مثل الوزنات، واحد خد 5 وزنات، واحد خد وزنتين تجروا وربحوا، لكن في واحد خد وزنة واحدة، جاله صغر نفس، شمعنى انا قليل؟ ليه انا خدت حاجة واحدة بس؟ ولانه شعر بصغر النفس راح خدها وطمرها، دفنها. الاحساس بصغر النفس يخلي الانسان عاجز، يشله عن الحركة. كان ممكن يتاجر بيها ويربح ويزود، لكن لانه حس انه قليل خدها ودفنها، شل حركته. مش بس شل حركته، لكن بص لله وقال له انت انسان قاسي تحصد حيثما لا تزرع، فكره ربنا. والانسان اللي كره نفسه وكره ربنا هيكره الاخرين ايضا. ففي طرق كتيرة بتكون بيها التربة متداسة. الإنسان اللي متداس بالآخرين، اللي حطت عينيه على الآخرين، إما بيحسدهم وحاسس إنه أقل منهم، أو إما حاسس إنه أعلى منهم فبيحتقرهم أو بيدينهم. الإنسان مش أخد باله من نفسه، لكن مركز على الآخرين. يخلي أي فكر يخش جواه، أي انفعال يسيطر عليه، أي رغبة تسوده، أي نظرة تأثر فيه، أي كلمة تجره. إنسان متداس. متداس من نفسه أو متداس من الآخرين. الإنسان اللي متداس ده، اللي ما تعملش خالص مع كلمة ربنا، مش سهل قوي إن الشيطان يلقط الكلمة منه، لأنه ما تفاعلش بيها. كلمة بقت مداسة مفعوصة، يلقطها الشيطان. ده ما أظهرش أي نوع من التفاعل بينه وبين كلمة الله. يعلمون الآباء كده قول رائع: من ينحصر في نفسه يتحصر، من ينحصر في الآخرين يتعثر، ومن ينحصر في المسيح يتحرر. تاني: من ينحصر في نفسه، القاعد مركز على نفسه، بيدوس نفسه بنفسه، سواء بالكبرياء أو بصغر النفس، في الآخر هيتحصر، يقعد يرسل نفسه على حاله. ومن ينحصر في الآخرين، اللي مركز على اللي حواليه وباصص على اللي حواليه، تملي ومشغول باللي حواليه، هيتعثر إما بالإدانة أو بالحسد أو بالشهوة. لكن اللي ينحصر في المسيح يتحرر، لأنه بيعيش حرية مجد أولاد الله. النوع الثاني من التربة، لا دي البزار وقعت وكان في شوية من الطين، صحيح الأرض من تحت محجرة، فكان في شوية تفاعل، البذرة نبتت وضربت جدر، بس الجدر ما قدرش يخش لتحت لأن الأرض كانت محجرة.
النوع التاني ده الإنسان اللي وصل الكلمة مش بس لودنه، لا دخلها لعقله وعاها، فهمها واتبسط منها. والمسيح بيقول إنهم حالا يقبلون الكلمة بفرح. عجبتني الكلمة النهاردة، عجبتني الوعظة النهاردة، بس الواحد وقف تفاعله مع الكلمة لحد العقل، ما عمقش جوه لحد القلب. كلمة ربنا بالنسبة له مجرد حاجة تعجبه أو ما تعجبهوش. يعني ربنا قال للحسقيال كده، الناس بتسمع كلامك مش لأنها عايزة تعيشه، لكنها كجميل شعر، كعازف، زي واحد بيغني يعني بيتمزجوا شوية والموضوع انتهى. ده تعامل مع كلمة ربنا ووزنها بعقله، لقاها يعني تنفع، مقبولة، حلوة، حاجة تغذي العقل، لكن ما دخلتش القلب. ناس كتيرة تتباهى وبتقول أنا عندي كتب روحية من الأرض للسقف، أو يقول أنا عندي وعظات الأب الفلاني أو الخادم الفلاني أو قداسة البطرك، عندي أرفف 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 مليانة. للأسف كلمة ربنا مليانة فين؟ الأرفف، لكن مش مالية القلب. الإنسان مش عايش بيها، مجرد حاجة بيتباهى بيها. لكن يقول ان كده لما تيجي الشمس ويبقى في تجربة وفي ضغط وفي ضيق، حالا يعصر، زي ما قبلها بسرعة زي ما ضاعت منه بسرعة، لان الشمس طلعت احترق النبات. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه مبتعد عني كل البعد. لأن الإنسان عرف بس بالعقل لكن ما عاش بالقلب. بيقولوا إنسان العصر الحاضر هو عبارة عن دماغ قد كده مليانة معرفة وعلم وتكنولوجيا، لكن قلب قد كده. الإنسان عرف معرفة كبيرة قوي حتى على المجال الروحي، لكن قلبه قد كده، مش قادر يطيق حاجة، مش قادر يستحمل حاجة. مشكلة الألم والمعاناة والسفرنج محدش بيقبلها أبدا، لأن الكلمة ما مالتش القلب، الكلمة مالية العقل بس. إنسان عملاق في المعرفة لكن قزم صغير جدا في الاختبار وفي الحياة الروحية. فلما يجي هزة ويجي شدة ويجي ضيق، ناس كتيرة بتضيع. النوع الثالث من التربة كانت تربة جيدة وتفاعلت وطلعت ثمر جيد، بس للأسف سابت مع الثمر الجيد أشواك خانقة، أرض فيها شوك بالرغم أنها أرض جيدة. الشوك سحب الغذاء بتاع النبات، والشوك كبر وحاجة بالضوء عن النبات الجيد فاتخنق النبات الجيد. والمسيح فسر كده الشوك ده وقال كده حاجتين، وأي حد فينا حيبقى واحد من الاتنين: هموم العالم وغرور الغنى. أنا هكون واحد من اتنين، إما فقير فشايل الهم ما عنديش ومش عارف أعمل إيه ومش لاقي ولا لاقي شغل ولا قدرت أحقق وتغربت وما حققتش حاجة، شايل الهم باستمرار لأني ما عنديش هموم العالم. وفي نوع تاني لا، ده انا حققت
ونجحت على كل المستويات وعندي كتير، فأصاب بحاجة اسمها غرور الغنى. هفضل شايل بردك الهم من نوع آخر ازاي احافظ على الغنى اللي عندي، وهم من نوع آخر ازاي اتمتع بالغنى اللي عندي. زمان الواحد لما يعوز هدوم بيبقى عارف عايز قميص عايز بطلون بيروح يشتريه، لكن دلوقتي لما معاه فلوس يخش المول 6-7 ادوار اشتري ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. ما هو هم برضك كيف اختار، عايز كل ده؟ كان الواحد لما يجوع بيجيبوا له طبق فيه فول، ويعني يوم ما يتمعظن يجيبوا له بيضه معاها بياكل وبيشبع. دلوقتي بيخش الاوبن بوفيه مش عارف ياكل ايه ولا ايه ولا ايه، وعايز يجيده كل حاجه. ففي هم في الاحتياج، وفي هم ايضا في الغنى. ومشغوليه العالم تخنق كلمة ربنا في حياة الإنسان. لا الفقير قادر يعيش كلمة ربنا، ولا الغني اللي مش محتاج قادر يعيش كلمة ربنا، لأن في 4 مشغوليات تشغل الإنسان. مشغولية الأولى مشغولية بنجاسات العالم، شهوة العين، شهوة الجسد، وتعظم المعيشة. ناس كتير تقول انت عن شايفنا عن بنزني ولا بنعمل، ما عندناش دي. مشغولية التانية مشغولية أعمال الحياة، شغل صبح ظهر ليل، جري، ارتباطات، حاجات كلها مقدسة ما فيهاش عيب. مشغولية أعمال الحياة مش مديانا وقت ان احنا نبص ناحية ربنا. نوع تالت واحد يقول لا انا مرتب وقتي كويس، بس انا مشغول بحاجة تانية، انا مشغول بضغوط الحياة، بمشاكل الحياة. عندي مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية ومشاكل اسرية ومشاكل ومشاكل، انا مش لاقي، مش قادر اتنفس من كتر المشاكل اللي عندي. ما تجيش تقول لي كلمة ربنا، طب يفوقني من اللي انا فيه. طب ما انت بدل ما انت مضغوط قول رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني، معونتي من عند الرب. ليس في قوة يا رب ولست اعلم ماذا افعل، لكن نحوك اعيني. لكن هموم الحياة وغرور الغنى، مشغوليات الحياة بتخنق كلمة ربنا في حياتنا، بالرغم في ان احنا في يوم من الايام كنا ارض جيدة وفينا ثمر جيد، لكن الثمر باظ بسبب المشغولية. النوع الرابع هو الارض الجيدة اللي جابت ثمر، ويقول 30 و60 و100. ايه الفرق بين 30 و60 و100؟ اللي جاب 30 ده اللي كلمة ربنا اثمرت فيه بسبب الخوف. في ناس عايشة مع ربنا بالخوف، اصل انا بسمع الكلمة عشان خايف من الدينونة، خايف من نار جهنم. ماشي، واحد عاش مع ربنا، لكن عاش مع ربنا من أجل الخوف. 60% ده اللي عاش مع ربنا وسمع الكلمة من أجل الطمع في مكافأة. أنا هسمع كلمة ربنا عشان ربنا يباركني، عشان ربنا يزودني، عشان ربنا يحافظ علي، طمع في أجرة. فال30% سمع الكلمة خوف من عقاب والدينونة، لكن 60% ده سمع الكلمة عشان ياخد مكافأة، طمع في أجرة، ثواب يعني،
حتى لو كان الأجرة دي روحية مش بس مادية. أما اللي جاب 100% ده اللي عاش مع الكلمة بتاعت ربنا، لا خوف من عقاب ولا طمع في أجرة، لكن من أجل المحبة، لأنه بيحب ربنا، واللي بيحب ربنا بيعيش كلمة ربنا، من يحبني يحفظ وصاياي. فدعيش بالحب مع الله. أرض جيدة جابت 30 و60 و100. دي أنواع التربة أو أنواع الحياة المختلفة اللي احنا بنعيشها، أو ممكن أنا أمر بالأربع مراحل، أكون شوية أرض طريق مداسة، أو شوية أرض محجرة، أو شوية أرض فيها شوك، أو شوية أرض جيدة بتطلع. لكن السؤال المهم، أيا كنت نوع التربة بتاعتي، واحد يقول طب ما أنا نوعي كده هعمل إيه؟ خلاص لا، تقدر نسمع عن حاجة اسمها استصلاح الأراضي، إن في رجاء إن التربة الرضية تستطيع أن تكون تربة جيدة. أول حاجة في استصلاح الأراضي، أرض الطريق دي لازم ما تبقاش طريق، لازم يتحط لها سور، يتحط لها حدود، عشان مش أي حاجة تخش تدوس جواها. صرخ كده المرنم وقال دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، حط لي حدود. الخطية هي التعدي. يعني إيه التعدي؟ يعني الإنسان معرفش يقف فين، فين النقطة اللي يقف عندها، معرفش يحط لنفسه حدود، فلما تجاوز الحد أخطأ. ما بعرفش أقول لنفسي أقف فين، في فرحي، في أكلي، في شربي، في ممارساتي، ما بعرفش الحدود بتاعتي فين. لكن أقول للربنا كده حط لي يا رب حدود. يقول المرنم سبح الرب يا أورشليم، ليه؟ لأنه قوى مغاليق أبوابك، عمل لك حدود مش أي حد يقدر يخش. في سفر نشيد الأنشاد يتكلم عن عروسة بتاعة العريس، يقول جنة مغلقة، ينبوع مقفول، عين مقفولة، ينبوع مختوم. طب والحاجة اللي مقفولة دي امتى بتتقفل؟ لما بيبقى لها حدود. ومين اللي بيحددها؟ معنى ان في حدود ان ليها صاحب، حاجة خاصة. في فرق بين الجنينة العامة تلاقي اي حد يخش ويرمي فيها اللي عايز يرميه، لكن الجنينة الخاصة ليها باب. جنينة خاصة لأنه يمتلكها شخص. فقول لربنا خليني يا ربي ليك بتاعك، حط لي حدود، صور عليا، حوطني. نحميا حزن لأن أورشليم ما كانش ليها أسوار، فكان أي حد يخش يخرب فيها زي ما هو عايز. يقول كده مدينة بلا سور، نفس بلا مسيح. لكن لما تبنى بقى الأسوار، يقول أكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. فأول حاجة في استصلاح الأراضي حط حدود، حط لي يا رب حدود أمشي فيها، وعرفني حدودي فين، عشان ما بقاش مداس بأي حاجة. تاني حاجة في استصلاح الأراضي، لازم نعتني بالتربة. والتربة دي
هي مجال الاحتكاك بين البذرة وبين تفاعلها معاها. زود التربة بتاعتك، بدل ما الأرض حجر من تحت زود الطينة، استصلحوا الأرض يعملوا طينة أو يحطوا تربة صالحة. وعشان يستصلحوا الأرض لازم يجيبوا مية، المية دي عنصر أساسي في استصلاح الأراضي، وبعدين يسمدوا الأرض بسماد عشان تبقى التربة خصبة فتنبت. ثلاث حاجات دول نقدر نعملهم، نجيب تربة، نزود مجال احتكاكنا بكلمة ربنا، نزود مجال تفاعلنا بكلمة ربنا، فتبتدي تتكون فينا تربة، وبعدين نرويها بقى بالروح القدس بواسطة الأسرار المقدسة. كل سر من الأسرار يملانا بروح ربنا. الواحد لما بيشوف الطبيعة كده يتعجب، ازاي جبال كلها صخور ناشفة جدا، لكن من كتر المية تفجر الصخر وتطلع منه شجر، طلع منه شجر أخضر مليان حياة، قوة المياه. الروح القدس يعمل كده. حتى لو كنت أرض محجرة، أرض صخرية، لما تروي بالمية كتير تتفجر مني حياة ويطلع مني ثمر كتير جدا. ازاي الجبال دي مزروعة؟ دي الجبال دي ما فيهاش تربة خالص، صخرة شق من كتر المية. كل سر من الأسرار هو امتلاء بالروح القدس. لما نمارس الأسرار بوعي وبفهم وباستعداد وبرغبة، سر المعمودية ولادة من الروح، سر الميرون تثبيت بالروح، سر التوبة أيضا هو امتلاء بالروح. بقول له توبني يا رب فأتوب، أنا ما عرفش أتوب من نفسي. سر التناول، تقول لي ده احنا بناخد جسد ودم المسيح، فين الروح القدس؟ ده أبونا وهو بيصلي عشان يحول الخبز إلى جسد والخمر إلى دم المسيح يقول كده: ليأتي روحك القدوس ويحل علينا وعلى هذه قرابين. يعني يحل علينا احنا ايه؟ الأول يملانا روح ربنا الأول عشان نستحق ان احنا نأخذ هذه الأسرار المقدسة. مسحة المرضى، الكهنوت، الزيجة، الروح هو اللي بيملى بيروي. فأقدر أتروي وتسمد مش بس بالأسرار، لكن كمان بالممارسات الروحية، سماد. لما أقرأ كتب روحية، لما أخد خلوة، لما أصوم، فتبتدي التربة بتاعتي تتنقى، وتبتدي التربة بتاعتي تجيب ثمر. أحرص باستمرار في استصلاح الأراضي أني أشيل الشوك أو الويدز اللي موجودة اللي بتسرق الغذاء بتاع النبات. شيل الشوك باستمرار. المشغولية، الهم، الغرور يتشال عشان ما يخنقوش كلمة ربنا. فالأرض الرضية اللي مش عايزة تجيب ثمر ممكن إنها تستصلح وتأتي بثمر 30 و60 و100. زي ما في رجاء عظيم جدا للأرض، أرض الطريق اللي متداسة والأرض المحجرة والأرض اللي فيها شوك، ليهم رجاء إنهم يبقوا أرض جيدة، هناك أيضا تحذير للأرض الجيدة، إن الأرض الجيدة لو ما خدتش بالها ممكن تبقى أرض بور. لو ما عملتش حدودها وبقت مداسة هتبقى أرض بور.
لو سابت الشوك يطلع هتبقى أرض بور. فيقول كده: من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. والأرض عشان تفضل جيدة باستمرار محتاجة لعناية. يا ترى أنا في حياتي دلوقتي في أنهي مرحلة؟ طريق مداس ولا أرض محجرة ولا أرض فيها شوك ولا أرض جيدة؟ ويا ترى أنهي نوع أنا؟ إذا كنت نوع من الثلاثة السلبيين فلي رجاء في أني أكون أرض جيدة تجيب ثمر 100 ضعف. وإذا كنت من أرض جيدة فلازم أخد بالي أني حافظ على نفسي لألا أصير في يوم من الأيام أرض بور. ولربنا المجد دائما أبديا أمين. هل في أي حد يحب يسأل أي أسئلة أو كومنتس أو